ومتابعة أكثر لهذا الموضوع معنا في الاستوديو أحمد فالون محمد المستشار المكلف بالتعاون والاتصال بوزارة النفط والطاقة والمعادن. أهلا وسهلا بك. بداية يعني هذه النسخة الخامسة من منتدى موريتانيا، هل ما زال المنتدى يراوح مكانه فيما يتعلق بإقناع المستثمرين بأن موريتانيا تحتوي على ثروات معتبرة في المجالات المعروضة، يعني أم أنكم تجاوزتم هذه المرحلة إلى مرحلة إطلاعه على التسهيلات المعتمدة في المجال؟ شكرا جزيلا لقناة الساحل المحترمة على هذه الاستضافة الحسنة، وأنتهز الفرصة لأقدم تشكراتنا ولأقدم أيضا كلمة وجيزة جدا عن أن وزارة النفط والطاقة والمعادن هي الوزارة المكلفة بإعداد وتنفيذ سياسات الحكومة فيما يخص هذه المجالات الثلاث، النفط والطاقة والمعادن. وكما تفضلتم بالسؤال، فعلا فقد جاء تنظيم هذه النسخة الخامسة تتويجا لمسار ما فاتت الدولة تعمل على تطويره، وقد أصبحت موريتانيا اليوم تتميز بمقدرات وبرؤية وبسمعة جعلت من المستثمرين يتواجدون اليوم ويتنافسون على المشاركة في هذه النسخة الخامسة التي تميزت فعلا كما أشار تقريركم المفصل بأنها تشهد مشاركة مكثفة تجاوزت 1500 مشارك، والعديد من الدول والعديد من المحاضرين تجاوز 70 والندوات القيمة. وفعلا موريتانيا تطمح إلى أن تعزز وتكرس من مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات متوسطة وبعيدة المدى. طيب، هذه النسخة هي النسخة الخامسة، يعني هنالك نسخ يعني قبل هذه النسخة، هل كانت هذه النسخة فقط لإقناع المستثمرين بأن موريتانيا لديها فضاء اقتصادي واسع للاقتصاد، أم أن يعني هذه المرحلة أو هذه النسخة بالتحديد تجاوزت هذه إلى مرحلة التسهيلات المعتمدة في المجال يعني للدخول في الاستثمار فعليا؟ المؤتمر كندوة مؤتمر دوري يتم تنظيمه من طرف وزارة النفط والطاقة والمعادن كل سنتين، بدأ تنظيمه أول مرة سنة 2010 وما زال مستمرا حسب البرنامج ينظم كل سنتين. فعلا هذه النسخة تتميز بشيء، هو أن موريتانيا قطعت أشواط بعيدة في إقناع وتقديم صورتها على أنها وجهة مفضلة وفعلا تقدم إطارا قانونيا ومدونات معدنية ومدونات نفطية في نفس الوقت جذابة وتنافسية أيضا، وأصبح المستثمر بكل طبيعة وبكل عفوية يأتي من أجل تقديم مشاريعه ومحاولة تطويرها مع القطاع. طيب، هنالك جناح خاص بالمعروضات ومن ضمنها معروضات لصالح الشركات المشاركة، هل يعني ذلك أن المنتدى بات مسرحا لتبادل الإمكانات بالنسبة للطرفين المستثمر والسلطات؟ فعلا، بما أن موريتانيا في هذه السنوات الأخيرة قد قطعت أشواط في إعداد البنى التحتية من مطارات ومن طرق وقصر مؤتمرات مثل ما تم تنظيمه اليوم في هذا القصر الذي يستجيب للمعايير الدولية، كل هذا جعل من الشركات تأتي وتقدم أروقة وعروض ومن أجل تبادل الخبرات ومن أجل عرض خبراتها ومن أجل أيضا تكثيف وتعميق وتعزيز الثقة المشتركة فيما بينها وبين القطاع المشرف على هذا المجال. طيب، بالنسبة للنتائج المتوقعة من هذه النسخة من المؤتمر، إلى أي مدى برأيك ستصل أو حسب تقديرك حجم الاتفاقيات ضمن النتائج المتوقعة من هذه النسخة من المؤتمر؟ تماما، تم تسجيل اليوم حدث في الحدث. اليوم تم توقيع عقد استكشاف وإنتاج جديد فيما بين شركة عملاق النفط شركة توتال الفرنسية والدولة الموريتانية، يتعلق بمقطعين جديدين في الحوض الساحلي. وبالإضافة إلى ذلك أيضا تم توقيع عقد هام يتعلق بإنشاء لأول مرة صندوق بقيمة 5 مليون دولار موجه نحو تنمية وتطوير الطاقات المتجددة. هذه مكاسب تم تحقيقها
ونحن نعتز بها، وأصبح أيضا أصبحت موريتانيا أيضا مثل أي الدول الكبرى التي تتوفر على البنى التحتية وعلى الجذب المناسب للمستثمرين، وأصبح المستثمرون يأتون إلى من أجل الدخول في السوق الموريتاني. أشكر جزيل الشكر أحمد فال ومحمد المستشار المكلف بالتعاون والاتصال بوزارات النفط والطاقة والمعادن، شكرا جزيلا لك. شكرا.